السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم غادي نتكلموا على ظاهرة وين شاهد حكم يطلق النار أثناء مباراة كرة القدم في الهندوراس، في بطولة الهندوراس. يعني انا واحد رسلها لي هذه، قال لي شو تشوف لنا فيديو هذا، قعدت نشوف فيه. رديت له قلت له عاد حقنا لهنا يعني بالكلاش ولا بوليس اللي يدخلوا يراخروا في الستاد نورمالمون مدافع ولا لا فاهم ديريكت. هذا الحاكم يعرف المباراة كيفاش غادي تنتهي، جاب كابوس معاه. عنده الحق هذا الحاكم، هذا استعرب به، عارف بلي الى مباراة تاع طلعة تاع زوج بيض في زوج بيض طلعوا الخاسرة ما تطلعش، عنده الحق، جاب كابوس تحته. يظل يبريكولي ول هادي قدم غادي نطير له الزبل. والله لا عندهم الحق، نورمالمون كيما حاكم بشر يغلط وما يغلطش وهي رايحة. كاين لي في دارو كاين لي يحكمش يخرج في السطاد تسيبو يعاير في الاربيد يقول هذا والله ما راجل ويحوس باش يضربو تسيبو. وين الحادثة وقعت في الهندوراس وقد حصلت بعد مباراة بين فريقين في الدور الهوات، وتنقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع من مباراة لكرة القدم، إذ كشف عن قيام الحكم بإطلاق النار وسط الملعب. وفي تفاصيل فإن المباراة في الدور الهوات بالهندوراس أقيمت في منطقة كوبان غرب الهندوراس، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. وبعد انتهاء اللقاء الذي جمع بين الفريقين المحليين، قام الحكم المباراة بإشهار مسدس وأطلق النار في الهواء لتفريق الجماهير التي كانت تحاول اعتداء عليه. وبثت قناة تلفزيونية محلية الفيديو للواقعة التي حدثت بعد انتهاء المباراة بلحظات، إذ نزلت أعداد من الجماهير إلى الأرض الملعب، وفجأة سمعوا دوي إطلاق النار. وإذ ذلك فقد تبين أن المطلق الرصاص هو الحكم المباراة، إذ رصدته الكاميرا وهو يسير حامل سلاح ناري. ومع هذا فقد أوضحت وسائل إعلام محلية أن الحكم شعر بالخطر يهدد حياته بعد نزول الجمهور الفريق الخاسر، ثم أطلق النيران في الهواء لتفريق أنصار الفريقين والفريق الخاسر. نقولوا بلي عنده الحق. وإن أثر حكم الرعب الجماهير واللاعبين على حد سوء بعد قيامه بإشهار مسدس الخاص بسبب أزمة مع مجموعة من المشجعين جاءت إثر قرار مثير للجدل في اللقاء بالدور الهوات الهندوراس. وتم تصوير لحظة استثنائية التي تجول فيها الحكم المباراة حول دائرة خط وسط بسلاح بعد هجوم عليه من قبل المشجعين الذين احتفظوا بعدها بمسافة أمنية خوف من ردة فعل قاضي اللقاء حاكم اللقاء. راك تشوف كوما كاش عنده الكابوس كان غادي ينصر لهراوة، بصح مي شافو الكابوس كل واحد احترم المكان تاعو قعدو بعاد عليه. بصح كوما كاش لابد المسدس كان غادي يخلص، كان غادي يموت يموت برك، ما يحرقوش ويذبحوها كان غادي غير يموت برك، كان غادي كيسيبوه مات يوخروا عليه ما يجروش يدوه يحرقوه ويذبحوه، هادو عدا كفار. وتم تصوير لحظة استثنائية تجول فيها الحكم المباراة حول دائرة خط وسط ميدان بسلاح بعد هجوم عليه من قبل المشجعين الذين احتفظوا بعدها بمسافة الأمان خوف من ردة فعل الحكم اللقاء. ووقع المشهد متوتر خلال مباراة في الدور الهوات في البلد يعني من غرب هندوراس. قالت تقارير محلية أن الحكم الذي لم يذكر اسمه قام بتلويح بالمسدس لحماية نفسه من المشجعين الغاضبين الذين اعتقدوا أنه كان
ينبغي أن يمنح فريقهما ركلة جزاء. وحسب تقرير صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، فإن أحد أقارب الحكم سلمه السلاح في نهاية المباراة بعد محاولة الهجوم عليه من قبل بعض المشجعين الغاضبين. ولم ترد أنباء عن واقع وقوع إصابات نتيجة مواجهة، فيما لم يتم تحديد هوية المسؤول المباراة، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيواجه أي إجراء تأديبي بسبب تصرفه هذا. وفي وقت سابق من هذا الشهر قتل 3 أشخاص وأصيب آخرين خلال تبادل إطلاق النار في مباراة كرة القدم في ولاية المكسيكية، حيث وقع حادث مروع خلال الشوط الثاني من المباراة للهواة بين سانتي أن ديال يعني أو دعمي فما كادوك يكت لك على الجل ولي هنا فانيك نورمال مو فانيكي ما هكا العربيت عليك العب بالجواب الجواب كابوس راه يجري يربطها مليح راه يجري هيا مكاش لي يهدر معايا يهدر معايا ويعطي لورد من الفوق اضرب للركاب يضرب للركبة فالركبة ديريكت بركه بالركبة اعطيه الجهة تاع ما تعطيش جهة تاع القلب اللي عرقت عليها هو تولي تكتلو لا عطيه الجهة هكا على لا دروات تيري عليه على لا دروات في الركبة وخليه اي تولي كاع الناس مأدبة كاع الناس تتأدب كاع يولو ناس ملاح ضرب كوما حماش روحو كا غادي يموت شاهدنا صراو لي باقار صراو لي باقار كاين لاربيت كاين لي نتا كن الله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي ما حكرناش ناس كانوا لي زاربيت ينضربوا قدامنا سي محمد والله ينضربوا قدامنا قالوا هاد السنين فاتوا لي زاربيت والله لا بالكف خطرة لمسية باتنا لمسية الاربيت حط بيناتي باتنا طاح ولا لاربي ينقروا فيه ديك نتا يجي يضربوا من تحت لاربي واحد يدم قال لهم لا كفروا قلب بالخف قال لهم كفر روح انت وذهب هذيك نقولوا ديما بنادم حنا هذه اللقطه ان شاء الله كيما يقول لك بنادم يهدر كيما بصح حنا رانا بعد عن الصوالح لازم تكون كاينه روح رياضيه كره قدم روح رياضيه رياضه روح رياضيه فيها الخاسر فيها الرابح ما فيهاش لازم تربح ولا تموت والتصريحات تاع رؤساء النوادي والمدربين واللاعبين وبعض الصحافه خاصه الجزائر يعني وراهم يسخنوا في البندير راهم يسخنوا في البندير عين مليله تلمسان منا 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 وراهم يسخنوا في البندير حياة أو موت واحد صوالحهم يديروا فيهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صوالحهم يديروا فيهم كاين 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 مدن هنا في الجزائر يسبيروا كرة قدم تروح بالعباس مستعرفين طاحوا أنا شعمل مناصر نعرفوا بالعباس مستعرف قالك نستاهلوا قالك كي تروح تبان نطيحوا باش تبان أنا نعرف بلي بالعباس راهي في 3 سنين ولا 4 سنين وهي تمنع من السقوط بصح انا على بالي علاه تمنع من السقوط على بالي علاه تمنع من السقوط لي باغي يعرف يسقسي زاتشي علاش كان يمنع بالعباس من كوزاد شويه كان غادي بالعباس تولي تاع زاتشي كومبلي تولي رزقه كومبلي انا كاني نهدرك بك معاش انا زاتشي راح صايب ماشي نحترق بصح انا نقولو كيفاش باش يكون على بالكم على ذيك كرة القدم قبل كل شيء أخلاق يعني فوز أو انهزام بنادم لازم نتربى ولازم نربو روحنا ماشي يجو الناس يربونا لازم احنا نربو روحنا تشوف تسمع باللي رئيس نادي تاع هذاك ملان يضرب في لونترينير يدي له تليفون يتوالح بزاف مكاش كاع اتوالح والله مكان كاع شوف صوالح تهبل من راسك رجع ربي بعد علينا ذا البلا هذا مكان وتحيا الجزائر
شكين.